يا رشيد وين نايف؟ نايف ذا تعالي نايف. شباب انا ما اقبل الكلام اثناء المحكمه نهائيا. وش نايف وش عليه؟ نايف طال عمرك من ايضا طال عمرك احنا متابعين من جميع الاعمار صغار وكبار، كذلك يمنع اشهار الاسلحه الحاده او الحاده. الرجال طال عمرك في المشب ما غير يتثنب ويتفرع بالسيف، لو شافه ورع طال عمرك عنده سيف طلعه على اخوه وفقع عينه ولا فقع بطنه شيء ما نراه. طيب عندك فيديو ها؟ نعم الفيديو موجود. يلا عرضوا لهم الفيديو يا شباب خلينا نشوف. طيب الا السيف اول شيء لان دم ليه وش لا 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 يا الاخ انه ولد احنا من العصر. طيب الا السيف اول شيء لان دم ليه وش لا 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 يا الاخ انه ولد احنا من العصر. طيب الا السيف اول شيء لان دم ليه وش لا لا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيدي القاضي. سيدي القاضي المدعي اخوي فلاح بن فراج مخطي. مخطي؟ مخطي جدا جدا. شلون؟ اقنعنا. شلون؟ انا في يوم من الايام شفتك يا سيد القاضي تلعب بالسيف. يلعب بس ما يبطل عن بالناس. انا اكمل المقطع لو سمحت. المقطع يا بابا. وش كمل المقطع؟ الحين في عرضه شغاله عندك انت ولا؟ لا انا افخر وانت تعتبر قدوه، فكل ما اضطريت في بالي. شباب رجعوا لي المقطع خلينا نشوفه. وجالس يعرضه هو ولا وش يسوي؟ رجعوا لي المقطع اللي قبل شوي معلش. لو سمحت رجع المقطع. لا لا ايه لا واضح واضح انها عرضه ذي. لا لا كمل المقطع كمل المقطع استاذي القاضي كمل المقطع عشان عمر عندي دليل والمسؤول عن الدفاع. طيب خليك خلاص يا شباب خلاص واضح واضح هذه عرضه جديده ذي اول مره اشوفها يا استاذي القاضي. نيتي والله ما نيتي اضرب انا معلنا من نيتك علنا من الشيء اللي صار. أبعلمك الشيء الثاني هذه شفناها اليوم حوالي 4 أو 5 مرات يشرن السيف وكانه سوف عمر هذا اليوم يتلاعب بالسيف ويتغنى بالقصيد. قضيه يا نايف نايف دافع عن وضعك الان وارفع قضيه بعدين. انت الان في وضع المتهم دافع عن نفسك بالشيء اللي انت تشوف اني لازم ادافع عن نفسي فيه. سيد القاضي ايش غلط سيد القاضي ها؟ يلا ها انا سجلت عشان اقول سيد القاضي. سيد القاضي انا ما كان لي نيه اضرب حد، انا كان لي نيه اني العب ويوم طيب. طلعت لقيت اباطه طالع فاصل. لا ما يجوز طيب. خلاص خلاص, خلاص يا نايف نايف يا فلاح خلاص. القضيه اللي على رفعها فلاح ضد نايف ايضا يكسبها ياخذ 5000 ويخصم على نايف 2500 البيضة. ما ضايع لكم حقه. يلا يا تفضل يا شباب تفضل. اشكرك يا سيدي القاضي اشكرك على الانصاف. سيدي القاضي يا نايف خلاص انت القضية الثالثة. نايف تعال يا نايف هناك يا نايف. نايف ترفع على عبد الرحمن الكليب. نعم شو اللي حصل؟